هنبدأ تفاصيل أخبار ألعابنا الجماعية من الكرة الطائرة. منتخب مصر الناشئين تحت 19 عام من الكرة الطائرة فاز على منتخب صربيا بنتيجة 3-1 في أولى مباريات المنتخب ضمن المجموعة الأولى واللي بتقام فعالياتها في الأرجنتين. منتخب الناشئين تحت 19 عام قدم أداء محترم جدا ومميز جدا، وعنده مباراة تانية يوم السبت الساعة 3 الفجر أمام منتخب أمريكا في تاني مباريات المجموعة اللي بتضم أيضا منتخب كوستاريكا، منتخب الأرجنتين، صاحب الأرض والجمهور. البداية طبعا قوية المنتخب الناشئين تحت 19 عام، وإن شاء الله يستمروا بنفس النتائج الإيجابية والتأهل للدور الثاني للبطولة. والأداء كان في أول مباراة بصراحة يعني يستحق الإشادة، فيعني الحلو ما ينفعش تقول عليه غير حلو بالتأكيد يعني. فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. النهارده بقى الساعه 10 مساء يعني، واحنا مع حضراتكم ان شاء الله على الهوا يعني كمان وقت قليل، منتخب الناشئات تحت 19 عام هيواجه منتخب الارجنتين في ثالث مباريات المجموعه لبطوله العالم للناشئات تحت 19 عام واللي بتقام فعالياتها في كرواتيا والمجر حاليا. واللي نجح منتخبنا في الفوز في اول مباراه على الكاميرون بنتيجه 3-0، ثم الفوز في ثاني المباريات على منتخب تشيلي بنفس النتيجة 3-0. حاليا المنتخب في مرحلة الاستعداد لخوض مباراة الأرجنتين، ودي مباراة صعبة جدا لأن منتخب قوي، وهيكون طبعا بعد مباراة النهاردة هتبقى لقاءين، الأول أمام منتخب المجر والتاني أمام المنتخب الصيني أو المباراة الختامية يعني. ودي مواجهات قوية جدا، وهنتابع طبعا مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة نتيجة المباراة اللي هتنطلق زي ما قلت لحضراتكم في العاشرة مساء. كل التوفيق والدعم لناشئات الكرة الطائرة وكل منتخبات مصر بالتأكيد.